العناية بالأسنان ونظافة الفم لها أهمية خاصة أثناء الحمل. خلال هذا الوقت يمكن أن يؤدي تلف الأسنان إلى مشاكل صحية في الأعضاء الداخلية، وقد تؤدي التهابات اللثة إلى إثارة الإجهاض. يحتاج جسم الأم إلى زيادة كبيرة في إمدادات المعادن أثناء الحمل. على مدار الأشهر التسعة يتعين على كائن الطفل وحده أن يدمج 3 جرام من الكالسيوم، وهو ما يمكن أن يحصل عليه من الأم فقط. هذا يمكن أن يؤدي إلى أعراض نقص في الأم، ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي على صحة الأسنان. بالإضافة إلى ذلك، فإن التغيير الهرموني يزيد من حموضة الفم، مما يجعل ميناً الأسنان أكثر عرضة. يمكن أن تؤدي زيادة كمية الدم في الجسم أثناء الحمل إلى نزيف اللثة، واللثة أكثر حساسية وأكثر عرضة للإصابة بالتهابات. يمكن للعدوى المزمنة بدورها أن تؤثر سلباً على الطفل الذي لم يولد بعد. من أجل التقليل من هذه المخاطر، يجب منع أعراض النقص والأمراض. يمكن الوقاية من نقص الكالسيوم عن طريق الأكل، على سبيل المثال منتجات الحليب والمكسرات ومنتجات الصويا. يجب عليك تخطيط المواعيد مع طبيب الأسنان في بداية الحمل وفي الشهر الرابع من الحمل. سيقوم الطبيب بفحص حالة اللثة وعلاجها إذا لزم الأمر، وكذلك إصلاح الأضرار الموجودة للأسنان وتقديم نصائح مهمة للعناية الوقائية أثناء الحمل. إذا كان لديك أي أسئلة حول هذا الموضوع، يرجى الاتصال بنا في الممارسة أو تحديد موعد. نحن سعداء لمساعدتك.